عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، عواشركم مبروكه ان شاء الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه، وباش ما كتمنوا نتوما وليداتكم كما كتشوفوا هذا الفيديو هذا. ماشي فيديو ولا اني مقلب، غادي نديروا لخوكم الطيب. كنتو كتقولوا لي ديري خصكم يطول اخوكم الطيب، ولكن هذا الفيديو هذا المقلب هذا خوكم الطيب وغادي نديروا له، ونتمنى يعجبكم وتقبلوا علينا خوتي المشاهدين. انا اللي درناه كنشاركوها معكم، هذا المقلب غادي نديرو له خصيصا ليا، غادي نقولوا جاتني خدمه في طنجه وغادي نطلع نخدم، هو راه ما كيبغينيش نخرج من الدار. الا مشيت خدمتي هنايا راه ما تقولوها لحد اخوتي، حركي غيطلقني لطنجه. وغادي نقول له غادي نمشي، و الا قلت شي كلمه سمحوا لي لان هذا غير مقلب، راه ماشي بصح، راه غير مقلب، و راه با اصلا ما نقدرش نقول له شي حاجه. وانتظروا هذا المقلب ونتمنى يعجبكم، وشكرا لكم بزاف، ونخلي الكلمه لخصكم يطا. السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، وتكونوا بصحه جيده يا ربي نتوما وليداتكم وعواشركم مبروكه، يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه. واش كتمنوا نتوما وليداتكم؟ وراكم كتقولوا لنا خوتي المشاهدين ديروا لنا مقلب خويا الطيب، وحنا عندنا راه نديروا لخوتي. تقولوا لنا تافيكا يطا. انا بغيت اقبل شي مقلب ليا ياك. هي خوتي راه ما تبقاش نقول ندير لها شي مقلب، عرفتي علاش؟ هي دغيا تتخلع، وهي لا تخلعات ما جا بينوضها طيح لنا ما تبغاش تنوض ياك. اللهم بعد منا بدا من خلعاكم. دابا خوتي تقول لنا ديروا، نشوفوا رده الفعل ديالو. هو راه مات الخدمه هنايا، تتمشي تخدم وتيخصو فوكاش غير يجي كل ساعه تصوري لي الخدمه، ماشي ابل ماشي جو. فينك فينك فينك؟ كنقولوا يعني يلا خارجه صاحبتي تيبرزطا بالصونه، تقول لي واش باك ما عمرو خرجك؟ تنقول انا ما عمري خرجت، راه 8 سنين اخوتي، راه 7 سنين من خرجت من المدرسه، راه في عمري كانت يلا 14 ولا 12 ما خرجت من المدرسه، وانا جالسه في الدار حتى لهذا العام عاد خرجت. ايوا بغيت نقول لك الله يسمح لنا من الوالدين. تبارك الله عليكم اخوتي المشاهدين، كي داير لاباس عليكم؟ نتمناكم تكون على خير وبخير. شكرا لكم اخوتي العزاز، ودابا انا خصني يلا نصاوب لهم التيفو باش ما يبانش. شكرا. نزيد اخوتي مع مريم، دابا انا نصوني نزيد مع مريم ويقول لي كيف. الو فين ابا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. فينك؟ انا برا. اش باغينك؟ ياك لاباس؟ والو غير باغاك وصافي. دابا ماشي دابا باغاك دابا، متعطلش با. يلا يعينك صافي. افتح لي الباب من يجي هاد العربي، راه يفتح الباب انت عايش العربي، خلي يفتح الباب. خوتي مكانش فيه العاب زين. ايوا يا مريم بنتي، الله يعاونك، نطلب لك غير ربي يعاونك. مريم؟ ها انا. شنو؟ وياش؟ ربي يعاونك بنيتي، وعام بعدا غادية. انا وشي صحاباتي. شحال يا صاحبتي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا النهار من جات اخذنا. فين؟ في طنجة. شويه. مع صحاباتي. شنو صافي؟ ثلاثة ديال البنات وهي الرابعة يطلعوا يكريو تما وغادي يخدموا. هاد البنات غيطلعوا بحديتهم؟ ربعة بيهم. ربعة البنات، أنا الرابعة. إيوا خا تكونوا حتى 20 كاع. كاين شي واحد اللي كيطلع بحديتهم؟ وادي طالعين نخدموا، ماشي طالعين. إيوا خا الخدمة خدمة غيجيو خدام، صافي سير بلاصة غير عندك طنجة ولا شنو؟ هما عيطولنا حنا دفعنا. فين دفعتي؟ في طنجة. واحد صاحبتي طلعت دفعت لينا ودفعت ليها. هي وتشاورتي معاهم؟ يا والخدمة، وأنا علاش دايرة الدبلوم؟ دايره نشوف فيه. يلا دايره الدبلوم صافي تهزي وتدخل لطنجة. شي كرسي شي خدمة بزاف سلعة. شي كثر مني تاكل. حق الله بغيتي انا نكذب عليك، انا علاش عيطت لك؟ باش تقولي لك باش طلع علاش؟ نقول لك باش تدعي معايا وديني تركبني ان شاء الله. خير راكي شوية خير راكي تتمني لي فو فاقر. فو واش اللي بغيتي تدعي على راسو فو؟ وعلاش درتي لها الدبلوم؟ إلا درت لها الدبلوم راه طلع طنجة؟ راه تخدم على راسها دير مستقبل. لا دابا دابا إلا كنتي كتهضر على طنجة وانتي كتفرقي من غير تقول طلع طنجة؟ لا غير خليها دابا، أنا بغيتها تمشي من غادي مع صحاباتها البنات مزيانين. كتعرفي أنت هاد البنات صحاباتها؟ كتعرفهم كلهم جاو عندي ولا الأخرى عاوتاني جات عندي جوج اللي جاو عندي جوج ما عارفاهمش. ومن غادي تبغى تخدم ودير يلا طلع معايا ديش مشكل. ما طلعش معاكم ما قابلكش أنايا كاع تقولي لا طلع. أنا ما تقوليش ما قابلنيش. أنا غادي على صحاباتي والديهم خلاهم. لا 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 كلها وراسهم. لا انا غاده بو، ما تمنعنيش انا غاده. شمنيت كان علاش دايره الدبلوم؟ دايره باش نخدم.
دير انا باش نحطو ايوا شنو ما تخدمش على راسك تولي تقولي لي هكا دابا دابا انت دراسك ماشي دراسي انا ايوا حاش انا راه كاين اللي يحكم فيا ولكن تحكم فيا الا درتي حاجه خايبه اما ايوا هذه راه ماشي خايبه انما ما نقابلش انا ما قلتلكش خايبه لكن انا ما نقبلش انا غادي نسيبك من هنا لطنجه شحال قد عاجي شحال قد برقي ما تجلس تديها في راسك بالعكس الا ماشي صوت بالعكس شوفي من تكون الراي ديالك بوحدك غادي تبلعش نفهمي معاك بالعكس كنتي كتبغيني وباغيني مستقبلي تقولي سيري تخدمي على راسك يا دابا كنبانو ما كنبغيوش لا ما تتبغينيش بحال هكا كنتي كتبغيني تقولي سيري يعني الا كنبغي نروح لطنجه تقولي سيري خدمي على راسك بالعكس جاتني خدمه تقولي سيري بنتي تخدمي الله يسالي علاش تايق فيا باني ما عمري حطيت لك راسك الارض اه شريف ما عمري درت سمعيني ماشي تقولي لي راسي ولا رجليا داك الشيء انا كنعرف راسي قلت لك انا زعما غادي تطلع غادي تبهدلي بيا لا انا طالعه نخدم لكن انا ما نقبلش انا اننا بنتي مازال صغيره وغادي نسيفتك تطلعي لطنجه صغيره في عمرها 19 العام انا ندخل لعشرين عمرك 40 عام راه كتباني صغيره توريني انت دابا شوف دابا انا دخلت الدماغ يا راه كنعلمك هذا واش مني يا الله تما وصلتي بالله هذا نخدم حك عليا بالله تما وصلتي وانا كنت انا دراستك طلعي يا راه كنتي بغيتي دير داكشي بوحدك تمشي تخدم على راسك ايوا لا طلع سيري طلعي علاش داير لا خويا الا طلعت جات طلعي سخيمه نطلع معاه يلاه طلعي يلاه الموش طابه طلعي معاها طلع معاها صافي دابا صافي بنتي انا بغيت بنتي دير شي حاجه المستقبل شوفي بلا ما تزيدي ديري التلون اللي في دماغي عاوتاني انا باغا تطلعي باغا تخدم دابا في طنجه سيري طلعي معاها صافي انا خليني هنا بوحدي ما قلت لي عيب صافي حتى السي العربي بغا يطلع معنا طلع معنا طلع معنا السي العربي ايوا وما عمري بغيت ندير شي حاجه في حياتي وقال لي سيري الله يسهل عليك الله يسهل عليك بغينا لك حنا غير خير واه خليني نطلع نخدم على راسي وانت شي غنوري ماك تبقى تقولي لي غادي نمشي نخدم انا لراسي تبقى توريني دابا انت دابا البلانات تبقى تقولي لي نطلع نخدم انا لراسي دابا انا بغيتي نعرف هاد صحاباتي واش ما عندهمش والديهم لا 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 يكون عندهم والديهم ولا ما يكونوش داكشي كله وكما كي قال مفرق الله الرزق باش ترتاح لا ما غادا كله كيدبر راسو كله كيفكر كيبغى اي حاجه نستقبلها بي الا هاد الخدمه ما نضيع حاجه يا الله تما وصلتي انا الا كان غالي ولا طلعتي اقسم بربي والله مش طلعت اقسم بالله العلي العظيم والله ما نسبت عليها بالله العلي العظيم وهي طلطاج انتما غادي غير الحلف عندك عليها انا نحف على راسي انا شوف كون كنت انا ساكن في طنجه ولا كنقول عندي اختي ولا خويا تما غطلعت عندنا عندنا عائلات راه ما عندنا بتبقى تقولي لي عندنا راه عندنا جمهور في انحاء العالم عندنا الخير انا كنعرفه لكن انا كنامن من تكون انت وغادي مع كلشي ماشي غادي غير بوحدي شو با انت كاينه شي حاجه انا لا ما كاين حتى حاجه مو راه حداك ذكرى هو انا قالت لها مو نتاع مع البنات نخدم قلت نخليها تخدم على راسها كي قال لها دير المستقبل راسها وتعاون راسها ما فيها باس مو عطا داك السروال حداك ياك ما كديروا شي مقلب ولا كتبغي تقولي لي شي ما كاينش شي مقلب وشفت شي في المقلب ما عرفنيش انا راني دايره الدبلوم ونخدم مقلب واش كون انت ما كتهضروا مني تكون دابا هادشي وحق الله علاش نهار الاول درتي لها هاد المقلب انت الدبلوم تخدم على راسها تخدم وانا جاتني خدمه هي جاتني خدمه انا غير طنجه طنجه وحنا هنا القرفه يلا معايا لعبوا العلا قلت لك ما تمشيش معايا ما عندنا شي سكنه نطلعوا نمشي معايا يلا خويا تكري تما تما تخدم على راسك بحال هنا راه ما كاين لا خدمه لا والو حتى انا براسي نخدم على راسي ديك الساعه لا طلعت يلا يا كملي يلا كملي تخدم معاك لا انا وقيله مريضه وقيله ضربك الله تبان لي لا راك شويه وقيله لا لا باينه فيك راه الخيوط تلاقاو لك انا على ما بان لي بانوا لي الخيوط تلاقاو هذه شي حاجه غادي تخدم على راسها دابا نص البنات لقاو في طنجه اللي تنعرف انا كلهم طالعوا طنجه ولا كتبان لي هادي وراه انت كتبان لي جنابه انت يا بولي ما كتعرفش تخدم باني انا غادي نخدم ماشي غادي ندير شي حاجه دابا سربي انا دابا سربي خلينا نوصلك هيا يا حرام انت دابا غادي تطلع طنجه قلت لها مركب حدايا كدورمي واه هي قالت لك بغات تخدم تاع تخدم شحال ديال ايام لا بشي راه يوري ما كدا لازم تخدم لازم تخدم معاها السير طلع شكون معاها طلع شكون معاها وطلع طلع وهي تخدم في طنجه يلاه سير طلع السبع طلع شكون معاها يلاه تنوري ما كدا الهضره هذا عاودي تبقى توري يلاه انا مشيتي عندك شنو الغلطه انا شحال كان عافيه الحركه هكا هاد البراك هادي جايبها لي انا واش منيت انا كنهضر معاك والله تمشي ما ضحكوا ولا شفت تيقولوا سير الله يسهل عليكم الله يسهل عليك غير اسمح لي سير الله يسهل عليا دبرت خدمه طلعي معاك تكوني معاك يلا طلعوا كامل انا هذا هو الحل يعني عارف كامل يلا طلعوا الا جاتك خدمه الله يسهل عليك امين اطلعيها معاك
ولا طلعي واحد في خوتك. انت شوف انا ما عنديش، انت تقولي غادي تخدمك راه ما غاتعطيك. راه ما عنديش المشكل، طلعوا معايا كاملين ما عنديش المشكل. يلاه يسلمك كارينا بحال تكرينا بحال تكري تما كارينا بمليون، وتما راك تكري ب 24 تما 26. انا دخلتي لها بالله والله تدخل. ايوا راك مازال غلطه وقيله في طنجه بنيتي مازال ما جربتش طنجه. انا اللي دوزت طنجه. انا جاتني خدمه دابا خليها جايه بالله. ما يهمني حتى شي واحد، هذا نخدم على راسي. ابني هذا مولف كيقول لي دابا كطلع طنجه. لا جاب له خدمه خلاها طلعت. راه دابا سي محمد وافق، عيطنا له في التليفون قالنا راه والله سي محمد لا وافق لك. واو سي محمد ماشي سوقو فيا. سوقو قال ما سوقوش. سي محمد يحكم فيا شي حاجه، اما اللي يحكم فيا هو با. اه شريفه ما راه مرجع الله تيحكم فيك. واخا راه حكم الله ويحكم فيا بشي حاجه، اما انا ما ندير والو. قال لي سيري انت، قال لي ودابا نتبعك. ايوا شنو بغيت؟ انت اللي ما وافقتيش، زعما انت مالك؟ وافقتي انت خليها تمشي، علاش ما توافقش؟ سير نعطيك شي تقلال داك القمقم على تكنوريك. انا هو ديما عنده غير الثقل. انا نقولك شي نوافق، انا كي داير نوافق. انت المهم اللي بعدا انت كتباني لي انت عارفك في مريم. مريم لا 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 مريم عارفك مريم عارفك في الخدمه كتقع عليا. تعطلت لي بنتي وتعطلت. دابا شوف انا غاديه مع البنات وغادي كاريين ويكونوا بربعة بما يتفرقوش، وحنا دابا ان شاء الله نعطيها كاع حتى التليفون ديالي طلعوا معاه ما عنديش المشكل، ونبقى نعاقب بنتي كل ساعة ونشوف بنتي. فكان خصني تمشي دير مستقبل ماشي تبقى معايا مريم. مريم من الغدا جا شي واحد يخطبها ولا جلسي ما تمشيش تزوجي. لا تزوج اسمني بحال تزوج. لا لا الزواج هو الخدمة. وشنو هي الخدمة وشنو هو الزواج؟ شو واش كنكون مطمئن عليك أنا راكي في دار البيت ديالك في الزوج ديالك؟ أنت دابا مطمئن عليا دابا دايما تدوي معايا. لا 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 أختي لا لا هذه كاع لا تعاوديها لي، ما تدخليها لي لا من هنا والله لا دخلتيها براسي. أنا يومي تكون غادي حسرها. يا والله تما لو طلعتو يقسم بربي مشات حتى هي تنصيف تنتي برا تابعها. نمشي برا. إيوا أنا كنعلم. نمشي مع بنتي علاش نمشي؟ شيري معاها ولا المهم حسبي راسك راه نفركش أمها دابا. مريم مريم تاهي سيري جمعي لي الشانت. صافي دابا نهبط نشري شانطه ونطلع نجيب لك. علاش انا ديري لي غفصه هكا؟ شوف ما بان لي شي فرصه. يا ولي الفخ وبار انت امبوسيبل دخل هاد الهضره للدمار. انا جاتني خدمه امشي نخدم صافي. انت كانت عايط لي عارف البنت اللي جات لعند نعطيك النمر عيط عليها قول لها واش طالعه بنتي تانتي وتشوف. عاوتاني ديك مريم قول لها واش طالعه بنتي تقول لك. قول لها هذيك كاع المعلمه ديالو ولا الاستاذه ديالو حتى هي طالعه معاها. وشنو انت خصك تقول لي سيري بنتي الله يسهل عليك، بغيتي تخدمي سيري. انا ما موافقش. بغيتي توافقي ها الطريق قدامك. وانا وانا نقول لك الحق، سمعي شنو نقول لك دابا، هذه اخر هذه اللي غنقول لك هي هذه دابا. انني باش تقولي غادي تطلع بلا الاراده ديالي، حسبيني انا وياك سالينا. كون ما كنتش بالاراده ديالك ما نعيط. انا هذه ما عندي حتى اراده فيها، هذه اراده الله عز وجل. انا غير مشكلة انا ما موافقش معك باش تكوني عارفه. واش ميت بو مالو دائما تعكسها. انا لا شوفي ما قلتش حاجه. انا شوف انا باقي عندي واحد اللي عليا انا راه كندير معاك مجهودي فوق طاقتي. انا عندي واحد الهدف دماغي باغا نخدم باغا ندير واحد الحاجه. تبري هنا الخدمه انايا سير تخدمي. لا ما كاينش الثمن هنا هو. هزي شنطتك ويلا هذا معايا الكرسي. ما كاينش الثمن. جيتي هزي شنطتك. يا والله انا مشيت خدمت. سير صوتي. يا والله انا خرجتي بلا. يا راك جرحتيني في رجليا. سير خلينا داك التقاليب ديال والو عاوتاني. راني غادا. شوف لي با شوف شنو شوف شنو شوف فين ما كاتبه لي حتى حاجه. راه يمو الخديه انت قاعد قدامك انت تي براسك راك قلت لك راك كدير شحال انت قاعد تلقى مني. ما راني نوريني مخل. قلت لكم كنديروا انتم شي حاجه. انا راني ما عجبانيش هذه الطريقه هذه. دابا حنا نديروا كل حاجه. كي جاك المقلب؟ ماشي مقلب هذا ماشي هكا اللي خدمه هذه. هذا ما المقلب هذا ما المقلب هذا. شنو مالك؟ شنو؟ عاد غادي من
سيري قالت لها سيري سيري قالت لها 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 جمعت لي انا انتم ماركش وين اللي جيتنا فهاد قلت لك جمعي شنطتك يلا انا عربي انا واقفه راه فينا وانا حاطه الاحتياط يعطيني شي دقه نمشي باش يضربك بشنطه كل ساعه تنكحز ونولي نرجع نمشي نضربك الشاهدين ديالي العاليين تفكر على المغاربه الاحباب كنشكركم بزاف وانتم طلبتوا فيا المقلب وانا ما عندي خبر دابا هو اللي كيقرا لكم المونتيرات وعارف اش كيرصيب لي وانا ما دايما جا دير لك شي مقلب اللي دابا نوريكم المقلب نديرو المقلب ديال التليفون اللي مجهد بحال هذاك خصنا نديرو شي مقلب ان شاء الله تبارك الله عليكم تبارك الله على المغاربه الحباب اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن وتحيه لخوتي الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن وعواشركم مبروكه جميعا وخوتنا في السعوديه في تونس في العراق في الامارات في الكويت في البحرين في جميع الشعوب العربيه كامله تحيه لكم بزاف نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير انتم كتشوفوا المقلب اللي داروا لي ولكن المهم تنتم ردوا لي في الكومنتير واش انني قبل انا نصيفط مريم دابا 19 العام نصيفطها لطنجه وانا قاعد هنايا ثاني ركبيه وكنتسنى مريم راها في طنجه واش يعني واش نقد ان نفرق الكبده ديالي شي واحد واش يكتب لي ويقول لي انني واش يوافق معايا في هذا الراي معاه ولا يوافق معايا لا ولكن بغيت نخدمه طلع معايا هذيك ما نعرف تقدر نكون حداك ملي كنامن على بنتي وكنشوفك يوميا انما باش تقول لي انا راني هنا فاس وانت طلعي لطنجه تخدمي كتقولي لي دابا طالع لطنجه هذا راه ما تدخلش على العقل وما نقبلهاش ما تبلاصاليش كاع ابدا كاين بزاف البنات انا دراري شوف احتراماتي لكل البنات مساكن اللي راهم مغامرين وكيخدموا احتراماتي وكنشكركم وسمحوا لنا على هذا الديرونجمون اللي راهم ديرونجموني شي شويه ايوا كملوا مع الاخوان ديالنا ونتمنى هذا المقلب يعجبكم وما تخليو ليش شي تعاليق خايبه لان هذا غير مقلب وصافي خوتي بان تقولوا لي اختي مريم المقلب خصنا نبينوا لهم الحماس كي داير ماشي ماشي هذا ما بينا لهمش راه معايا هي راه دارت غير مقلب بغيكم شي كومونتير ديروا لهم انا راه ما درت له حتى شي حاجه انا راني واقف هذه اللي وليو شي مقلب لا 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 ما ديروليش مقلب انا تبارك الله عليكم تحياتي لكم اخوتي العزيز سلام عليكم على خير